Mia putai, I swear. I like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Your love in the cold. If you leave me, I could die, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Your love in the cold. صحابتي غزالات كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي مزيان كلشي وهذا كيفاش راكم مبروكه دخل عليكم بالصحه والعافيه وطول العمر وباش ما كتمناو ما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديال اختكم رجوه تخليو ليا لايك 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 كتحفزني هكا باش كنبقى نحط لكم دا فيديو كل نهار اللي ما ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الحاجه زوينه والله العظيم مخلطة عليا الفرحه مع البكيه وفرحانه بزاف حيت وصلت حتى لهاد المرحله معكم انكم غادي تشاركوا معايا حتى هاد الحاجه جديده في حياتي. شكرا لاي وحده دعمتني، شكرا لاي وحده غتهبط لتحت وتكتب لي كومونتير زوين، كنشكرك من دابا وكنبغيكم كاملين. فيلا ونبداو الفيديو. اول حاجه بغيت نقول اي وحده غادي تشوف هاد لا فيديو بغيت نقول لك شكرا شكرا بزاف، شكرا لكم بزاف، شكرا للحب ديالكم، شكرا للتعليق ديالكم، شكرا لي كومونتير ديالكم. وبغيت نقول اي وحده سواء بغات تزوج بغات تقرا بغات تمشي لبرا بغات اي حاجه يا ربي يسهل عليك في هاد النهار ويحقق لك كل ما كتمني. اي وحده تشوف هاد لا فيديو اولا اي وحده اي بنت في العالم يا ربي تسهل عليكم كاملين فريمون. الانسان ملي كيكون قلبه زوين خصك يكون قلبك زوين ما يكونش فيك الحقد ما يكونش فيك السم وبي ان شاء الله راه غادي يسهل عليك، يعني تيقول لك قل خيرا او اصمت. فالله يسهل على الجميع، شكرا لكم بزاف بزاف. انا عارفه غتخليو ليا بزاف ديال التعاليق، فاني ما شاء الله جيت نقول لكم باللي انا الحمد لله اتخطبت تخطبت بحب قلبي، تخطبت بالانسان اللي كنبغيه وكيبغيني الحمد لله والشكر لله. كان هاد لا فيديو كنتو غادي تشوفوني مصوره معاه ولكن البنات ما كتبش، جات واحد الخدمه بما انكم راكم عارفين الايد وداكشي يعني مزير عنده الخدمه بزاف بزاف. والله العظيم عرفت بقيت كنقولوا غير شوف كيفاش دير شوف كيفاش دير هكا اجي نصوروا انا وياك الفيديو الاول ديال تخطبنا وداكشي حيت كنطلب مني الزواج داكشي داك ان شاء الله نقدر نشارك معكم الفيديو ديال كيفاش طلب مني الزواج الا بغيتوه بيان سور. عرفت والله الا فرحانه وخلطه عليا البكيه وكلشي. عرفتي عييت نطلب فيه بقيت كنقول ليه عافاك شوف كيفاش دير نصوروا انا وياك وداكشي صافي جا عندي قبيله طلب فيه تنقول له شوف كيفاش دير عرفتي الخدمه عنده مزيره مع العواشر وداكشي والو ما لقاش كيفاش وحق الله العظيم. ما غادي نخليكم ان شاء الله شي لقطات فاش خرجت انا وياه وداكشي صافي. انا كنت ما غاديش نصور لكم الفيديو، كنت غنصوره غير في الدار حقاش بابا كان دا الطوموبيل وخطيبي حتى هو خدام يعني الطوموبيل ديالو ما لقيتش كيفاش ندير صراحه. كنت بغيت نصور انا وياه تي والو والو ما لقاش كيفاش، كنت بغيت هكا نكون انانه جالسه حداه ونكون هكا غادي كنفلوغي ونديكم معانا وكنصورو ويبان شويه غير الكتف ديالو حيتاش هو ما بغيش يبان صراحه. المهم ان شاء الله نقدر نخلي لكم هكا التصويرات، غنشارك معكم ان شاء الله نهار الشوفه، غادي نشارك معكم ان شاء الله تجهيزات، نشارك معكم كلشي 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 ان شاء الله بلا ديتاي. غنوريكم عاوتاني كيفاش تهلاو في راسكم المكياج اللي غادي ندير، غنشارك معكم كلشي كلشي. يكفي انكم تخليو ليا بزاف ديال التعاليق. فكما قلت لكم الحمد لله تخطبت وها هو لاباك ديال الخطوبه اللي جاب ليا خطيبي فاش طلب مني الزواج الحمد لله. ان شاء الله دابا ندير لكم هكا دا فيديو على كيفاش تزوج بيا شنو المراحل اللي دوزنا باش هكا هي انا نعطيكم فكره. هذا هو الخويتم ديالي، هذا خويتم هكا اللي كيكونوا غير وحيدين ديال الخطوبه شفتوه عرفتو انا فرحانه والله هذا خاصني نحطو في عينيا. فصافي هادشي كاين صراحه اش غنقول لكم، ما عرفتش شنو غادي نقول لكم، ما عرفتش شنو غندى لكم. هاد السيد اللي انا تزوجت به اولا اللي خطبني ما نكذبش عليكم فرحانه بزاف حيتاش فريمون كنبغيه بزاف حيتاش حتى هو كيبغيني. وفاش البنات كتزوجوا بشي واحد اللي كتبغيه وكيبغيكم راه والله العظيم واحد، وانا كنت كنقول ما يمكنش انا نتزوج بشي واحد ما عمرني هضرت معاه اولا شي واحد غير شافني فشي بلاصه وجا صافي هكا لدارنا بلا ما عمرني ما كنت انا وياه في علاقه. بيان سور العلاقه كتكون في احترام، الانسان كيحترم راسو ولكن يعني خص ضروري داك التعارف البنات سواء يعني تتخطبيات تعرفي عليه. انا المهم انا كنفضل انني نكون معرفه عليه يكون كنعرفو مزيان كيعرفني مزيان كيفهمني من النظره ديالي كيعرفني شنو كنبغي شنو ما كنبغي سواء في الماكله سواء في اي حاجه. كنت ديما كنقول يا ربي يا ربي يسهل عليا الله هكايا ونكون تنبغي شي واحد يجي يخطبني
والله العظيم يا البنات راه القصص اللي عندي مع خطيبي راه اش غنقول لكم، راه ان شاء الله خاصني ندير لكم سلسله. سبحان الله وصلت لواحد المرحله ديال فاش كيكون شي واحد مكتب لك راه واخا ما اشنو، شوفوا انا ما بغيتش نحيد نضادر عيني مبوقين، المهم انا حيت نضادر شويه هكا. فاش كيكون الواحد مكتب لك راه طيري وتنزلي وما تخلي فين تمشي، عرفتو تنتلصق قسما بالله وما تخلي فين تمشي، راه داك الانسان صافي راه مكتب ليك. والله عرفتو دزنا من شي حوايج صافي قلنا صافي غنتفارقوا ما عمرنا غنكونوا مع بعضياتنا وتفارقنا وما المهم قصص قصص. هادشي اللي بغيت نعاودو لكم خاصني لي شهر ديال لي فيديو عاد نكملو لكم. وصلت لواحد الحاجه ان ملي كيكون مكتب لك شي واحد راه صافي واخا ما شنو دوزي معاه، واخا تصداع واخا تفارقوا كتكونوا مزوجين في السماء الحمد لله والشكر لله. انه زعما طلع ود الناس انا يعني كنت كنقول ديما في بالي كنقول شتي دابا ما بقى لا زواج لا والو، دراري الدري كيتصاحب معاك ما تيخلي يدور معاك ما تيخلي مضيع لك وقتك ما تيخلي يعني كدوزوا في ديك العلاقه مدابزه كيعصبك تتبكي بزاف ديال الحاجات. كنت كنقول صافي راه ما كاينش الزواج، انا كنت كنقول انا هاد الدري اللي انا معاه في علاقه ما عمرني غنتزوج انا وياه. حقاش كتسمعي هكايا بزاف ديال القصص، راه الدري بقى معاها 8 سنين وما تزوجش بها، الدري بقى معاها 10 سنين ما تزوجش بها، غتفلع عليها غفعلها فعلها فعلها. الحاجه اللي غادي نقول لكم البنات هي في اي علاقه ديالكم تكونوا هكايا مرزنات وتعرفوا راسكم مع من يعني الشخص المناسب، ماشي تكوني باقا صغيره كتزوجي مع واحد كيقرا كتبقي تسناي سنين ومينين في الاخر ما كيكون حتى شي حاجه اولا كيسمح فيك اولا كيخدم ما كيعقلش عليك. يعني كنفضل ان البنات اللي يلاه كيكونوا في سن المراهقه 18 19 انكم ما تصاحبوش، تبعوا قرايتكم تبعوا شنو باغا نديرو. الزواج راه ما كيهربش، واختاري الانسان المناسب، راه الانسان المناسب والله العظيم تيكون باينه. بيان سور كاينين ديال ولاد الحرام ما كيبينوش وبزاف د الحاجات، ولكن يعني الانسان المناسب قدير يكون غير ود عائله مربي ما كيدير شي حوايج خايبين، ما عنده صحاب وخايبين، ما يكونش كيخسر الهضره، يكون كيحترمك. يعني الانسان ما كانش كيحترمك راه كتبان في العلاقه، يكذب عليكم الكذب. يعني الا كنتي صابره على شي حوايج في العلاقه وحتى تزوجتي وعاد زعما كنتي صابره على شي حوايج في العلاقه وفاش تزوجتي بقاو داك الحوايج وما تبدلوش وكتقولي لا وانا علاش وهادي، وراه انت في الاول سمحوا لي الصداع جاي طوموبيل، راه انت في الاول كنتي صابره على داك الحوايج في العلاقه ديالك العاديه معاه، وفاش تزوجتي راه داك الحوايج يعني راه انت قبلتي بهم، يعني خصك تقبلي بهم حتى في الزواج. وكا كاينو تصداع وداك الشيء يعني في العلاقه حاجه واحده اللي كتخليها تطور وكتخليها تزيد لقدام هي انك خاصك تكوني محترمه ومحترمك. بيان سور ما تفوتوش الحدود يعايرك ولا شي حاجه، اون فوا الدري يعايرك صافي ساليني ما تعقليش عليه، اللي يعايرك هاد المره غيعايرك مره ثانيه، غيعاير والديك وبزاف ديال الحوايج. يعني الاحترام انا زعما علاقتي مع هاد السيد اللي انا يعني مع اللي غنسميه زوجي راجلي علاقه ديال الاحترام، علاقه ديال مبنيه على الصدق ما مبنياش على الكذوب، مبنيه على واحد الساس اللي زوين. يعني ما عمره ما قلل عليا الحياه، حيت شكون قلل عليا الحياه ما عمرني غادي نكمل معاه. وحاجه الثانيه اللي غادي نقول لكم او الثالثه او الرابعه حسبوها بالرقم اللي بغيتو، احترمي راسك من تكوني مصاحبه مع شي حد، احترمي راسك. الواحد اللي بقى يخسر معك الهضره وين شنو لابسه يلا حقا نمشيو نرتاحو في الدار، حقا القهوه الناس كيشوفونا، حقا هادي حقا هادي، هذاك الشيء البنات راه ما منو حتى شي حاجه، هذاك الشيء ديال الحرام كيبقى في الحرام. الانسان يحترم راسو، تصاحبتي مع واحد الشخص احترمي راسك، ما تسافري معاه ما تفعلي معاه ما تركي معاه ما تمشي معاه لشي ديور ما حتى شي حاجه، باش حتى لا خداك ولا حتى لا خداك كتبقاي انك مشيتي بالعز ديالك، وحتى لا ما خداكش حتى فاش كيدوز من حداك كدوزي وراسك مرفوع. حيت والله انا متاكده ان يعني البنات اللي كتكون مسكينه هكا تصاحبت معاه وتاقت فيه هو تيغرها وهي كتصدق مسكينه ماشيه مع الدار كتقول راه صافي غادي يتزوج بيا ولا شي حاجه، فاش صافي كتسالي وهو كيصدق ود الحرام ولا ما عرفتش تفرقكم الظروف، فاش كدوزي من حداها ما كتكونيش قاده انك تهزي عينك حيت هو داك ولعب فيك وما خلى ما دار لك. يعني العلاقه خاصها تكون هكا مبنيه على الاحترام. اش غادي نقول لكم البنات، انا فرحانه بزاف والله الحمد لله والشكر لله، زعما صدق ود الناس الحمد لله. يعني الدري اللي انا معاه دابا ولا خطيبي ولا راجلي ما عرفتش كيفاش نعيط ليه، حقاش انا مازال ما مولفاش، ولد الناس تحت في عائله مزيانه بزاف 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 بزاف. ان شاء الله غتشوفوا بزاف ديال لي فيديو، غتشوفوا بزاف د الحوايج قدام عينيكم. تيزون واحد شي واحد تنشوفوا واش غادي واش غيشوف فيا، غتشوفوا ان شاء الله بزاف الحوايج ديال على عينيكم. انا كنامن بواحد الحاجه ان الطيبون للطيبات، هادشي اللي كنامن به، كنقول ان الانسان اللي كان طيب تيتلاقى مع الناس الطيبين. وكاين بعض المرات حالات نادره
موتور. كاين بعض المرات حالات نادره انك كتكوني طيبه وكتكوني مزيانه وكل شيء، ولكن تتلاقي مع الناس الخايبين، ولكن في الاخير ربي تيلاقيك بالدري اللي كتستاهلي. شوفوا غير القصه ديال صفاء شانيل، تبارك الله كانت خدات هذاك السياد وهاد زعما عشت معاه بزاف الحوايج خايبين وما كانش مستقره معاه، وما كانش ما كنتوش كتشوفوا الضحكه فيها. حنا براسنا كمشاهدين كنا كنشوفوا ان صفاء شانيل الضحكه ديالها مبدله، ما فرحاناش ما سعيداش، هي براسها كانت كتقول بلي زعما قنط في انجلترا وداكشي. ولكن دابا مع هي تزوجات بهذاك الدري عالي كنحماق على صفاء. انا ديجا تلاقيتها متواضعه بزاف، صفاء شانيل فنه من اطيب خلق الله، غزاله غزاله والله. فين ما كيحط هكا شي فيديو عشرة عينيه تنحس بهم مش يضروني، فيما كتحط هكا شي فيديو اللي كتكون فيه هي وعلي فلوغ ولا شي حاجه، كاينين كنلاحظوا داك الضحكه وكتكتبوا لها لي كومونتير وكتقولوا لها الضحكه في عينك، وانا براسي كنخلي لها تعليق الضحكه في عينيك فرحانه ماشي بحال الزواج ديالك الاول. كما قلت لكم البنات ملي كتلاقي بشي انسان اللي طيب وداكشي يعني الفرحه كتبان لك على عيناتك. وصافي هادشي اللي كاين البنات، ما نكرهش زعما اي وحده قلبها زوين بغات تزوج بشي واحد حب قلبها كتبغيه، يسهل عليها الله، اولا بغات تخدم اولا اي حاجه، اي امنيه، اي امنيه الزواج اولا الخدمه اولا بغات تشري دار بغات تشري طوموبيل، اي حاجه بغيت ربي يسهل عليك يا ربي، سواء كنتي غتشوفي هاد لا فيديو اولا اي بنت في العالم يا ربي تسهل عليها. الحمد لله والشكر لله. عرفتي صراحه انا واخا كنت شويه مع الصباح حيت راجلي قال لي انني عندي زعما الخدمه مزيره وداكشي ما عنديش كيفاش ندير، ما كرهش انني زعما نمشي معاك ونصور معاك لا فيديو، ولكن والله العظيم دار ما في جهده وما يمكنش، خصو يقضي بزاف الشغلات بيديه. ايوا صافي الحمد لله والشكر لله. دابا غادي نمونطي لكم هاد لا فيديو ديالنا. المهم انا راجلي ما باغيش يبان نهائيا نهائيا، بيان سور غادي نبقى ندير معاه دي فيديو طلع باش ندرقو وداكشي، غادي نبقى نصور معاه هكايا. عرفتي يا البنات راه ما يمكنش واحد الحراره، راه الحماق والله العظيم لما الحماق بزاف 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 ديال الحراره الصاد بلا قياس. مي ماشي مشكل. المهم كنت كنهضر البنات كنت كنهضر معاكم على الحراره، شوفوا غير وجهي كيفاش كنت كنهضر معاكم وهو يسخن الايفون، حيت الايفون كيسخن ماشي بحال السامسونج ولا شي حاجه. صافي بقيت كنبردو بالكنيمه. وصافي يا البنات وصلنا النهايه ديال الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا يعني استمتعتوا معايا تكونوا فرحتوا معايا، متاكده انكم غتكونوا فرحتوا معايا. وخاتمي فرحانه والله، راه تشوفوا الفرحه على عينيا الحمد لله. الحاجه اللي مفرحاني اكثر انني الحمد لله لقيت راسي انني يعني تخطبت وانني باقا دايره القناه، زعما ماشي صافي تازلت الغرام ولا زعما تازلت قناه ولا شي حاجه، يعني فرحانه حيت وصلتوا معايا حتى لهذه المرحله حيت شاركتوا معايا كل شيء. المهم البنات غنكون ديجا خليت لكم شي لقطات، ومهم نخليكم متبعي الجديد ديالي اللي ما دارش اللي مازال ما دارش ابوني يدير ابوني ان شاء الله. راه غادي نبقى نحط لكم دي فيديو ان شاء الله كل نهار اولا نهار او نهار لا. وبالنسبه للانستغرام تبعوا الانستغرام ديالي رجوه شانيل نفس السميه رجوه تيغي بلويت شانيل، هذاك ان شاء الله غادي نحط لكم لا فوتو ديالي انا وراجلي. وصافي ما تنساوش انكم تخليو لختكم رجوه بزاف بزاف ديال لي لايك، كنحماق عليكم يا ربي تسهل على اي وحده فيكم. باي باي.